يعني سؤالي ببساطة وبهدوء جدا، أين كان السيد مقتدى الصدر في تلك البرهة من الزمان بين استشهاد الوالد حتى الله سقوط النظام؟ يوفقه. مع العلم أن بعد استشهاد السيد الوالد ذهبت القوة والشجاعة عند الكثيرين، فكثيرين خبت نجمهم وأفل لو صح التعبير. لكن لا، أنا قدر الإمكان والظرف، ظرف التقية والظرف التشدد الذي حدث بعد السيد الوالد، آليت على نفسي أن لا أنقطع مع المجتمع تماما بقدر الضرورة لو صح التعبير. فبعد السيد الوالد استمرينا على فتح البراني والتصدي لبعض أمور المجتمع، كالاستفتاءات، الأجوبة، الأسئلة، الزيارات، الكذا اللي يستفاد منها المجتمع، مفتوح البراني 6 أشهر، إلى أن إجا أحد الجلاوزة وأغلق البراني، وأنه ممنوع بعد فتح البراني من بغداد أم من النجف؟ من النجف، نعم. لكن يقال أن الأمر من بغداد بعد اغتيال المجرم الزبيدي بالضبط، نعم، بيومين محاولة أو اغتيال، يومين، نعم. محاولة اغتيال، أحسنت. وأغلقوا البراني، يظهر أنه كان اتهام لنا أنه نحن أصحاب الحادثة. وكنتم بالفعل وراء الحادث؟ يظهر أنه أكو جهات الجميع. صدرية، هسه مو أنا بالذات، بس جهات من أتباع الصدر لو صح التعبير، هم وأنت لم كانوا تكن يعني على يسموها. علم بالواقعة بواقعة الاغتيال يعني قبل لا حدوثه؟ لم أكن على نعم. علم بها. ومن ثم بعد غلق البراني صار أكو فترة قليلة إلى أن فتحنا جامع الرأس اللي هو الآن قد هدم. في الحمانة أظن جامع لا الرأس لا، أو في مرحبا حرام مشتبه. أمير المؤمنين نعم كان نعم يدرس به التصور السيد يعني، الوالد نعم. فقط، السيد الوالد كان يدرس به، احنا تحولنا الى انه كانت دروس به انه نحول براني كاستلام الحقوق، اسئله واجوبه وما شابه ذلك من مصالح، اداره المدارس الحوزويه اخذناها على عاتقنا في جامع الراس، كانوا جماعه من المؤمنين الاخوه يديرون انا ما كنت اقعد بالجامع، كنت ادرس وادرس، ادرس عند الشيخ الفياض، درس فقه ودرس اصول، وادرس لمعه واصول، نعم. أصول أي درس يعني؟ اصول أي مظفر، أصول اصول فقه؟ أصول مظفر، فقه، انا نعم اصول فقه للشيخ المظفر. نعم واستمرينا الى هذا العمل الى اخر يوم، الى بدت الحرب الامريكيه لو صح التعبير مع صدام، والى سقوط النظام. احنا ماشيين في هذا يعني خلينا العمل، نعيد بناء المشهد سيد الوالد. لكن نعم. اعلاما ماكو اعلام، تكتيم اعلامي 100%، بل اكثر من ذلك. اجتنا احد القنوات ما ادري اذكرها، اللي هي كانت ممكن ان فضائيه وممكن ان تدخل بالعلاقه، الباقي ممنوع، اجت انه نسوي لقاء وياكم شنو، قلت لهم لا، ما لانه كنت في الظل لو صح التعبير، نعم. حتى لا تكون حرشه علنيه بالصداميين وبالبعثيين، حتى ما معناته اقدر استمر في التصدي للمجتمع شيئا ما. يعني اسمح لي أن أعيد بناء المشهد بطريقة أخرى. نعم. بعد استشهاد الوالد أديت الصلاة في مكانه في لا، محله؟ صلاه جماعه وصلاة أديتها الجماعة؟ بعد عفوا، هو الاستشهاد. صلاة الجماعة وليس صلاة، يعني الصلاة في أمير جماعة؟ لا المؤمنين في صلاة جمعة، لا الجماعة؟ ما لا، نفس جمعة صلاة منعت في الجماعة. الكوفة نفس بعد أسبوع الشهادة منعوها. هذا كان قفل، هذا الخطر الأول قفل، الخطر أول الثاني يوم في صلاة جماعة صليت صحن الإمام أمير المؤمنين. فقط أول يوم، نعم. وبعدين منعوها، قالوا لي بعد لا تصلي بالحكومة، أنا هذا منع وممنوع، ما تصلي هذا بعد. نقطة ثانية، المدارس. بعد فترة نعم. أردت أن أصلي جماعة ورجعت، أنا أخذت حتى بحينها الله يرحمه الشهيد سيد رياض النوري نعم. ورايا سنين وياه، رحت اصلي عم صليت اول يوم بس سيد رياض واثنين وراي، ثاني يوم صارت جماعه، ثالث يوم منعوني، قالوا لي بعد لا تصلي ممنوع. حتى اتذكر خابرني مدير الامن بنفسه، قال لي بعد لا تصلي، مدير امن اتصل بك نفسه اتصل شخصيا بي قال لي لا تصلي. قلت له ما تهديد؟ اعتردت، لا هو اسلوبه ما كان هيك، قال لي مو زين اليكم ادري شنو وكذا، قلت له ليش مو زين، هاي جماعه عادي هم بيها شيء، قال لا لا تصلي احسن لك. هو هذا اسلوب تهديدهم، هم اسلوب تهديدها نعم. بس مو بشده يعني. المدارس المدارس ظلينا متصدي لها وبقينا على ادارتها من الناحيه الاقتصاديه والدينيه والتدريس والدروس، وكل مدرسه عليها متولي الى ما بعد السقوط، سلمناها الى السيد الحائري، السيد الحائري سلمها الى السيد السيستاني. نعم. نعم. والدراسة تفضلت بأنكم حضرتم درس الشيخ إسحاق عند الشيخ الفياض الرياض وأدرس درسين الأصول والفقه، نعم في وتدرسون؟ مدرسة اليزدي، نعم كلها أربعتها، نعم أطلب من مدرسة اليزدي وأطلع منها وأرجع للبيت، ترجع البيت. وذول كنا نسميهم الأمن، يعني هم يسموهم حراس على أساس علي ورايا، كل سيارة تطلع ورايا من الأمن 4 أشخاص ورايا،
من البيت إلى الدريس ومن أي مكان أروح له برا دائما معك أمن أربعة على أساس عندهم يسموهم حماية نعم بس هي مراقبة بعيدة واضح هو كذلك طبعا سلوك البعثيين معروف نعم